السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل وصفة حلوة قوي قوي. طبعا دي وصفة تعتبر زي عشاء للي متابع رجيم زي كده بالظبط. وصفة خفيفة قوي 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 وسهلة جدا. طبعا عندي هنا زبدية، اي نوع زبادي انت تحبيه، وعندي هنا بذر الكتان. ده البذر الكتان العادي، وده معلقة مطحونة. فاحنا طبعا هنحط المطحونة، بناخد كل يوم معلقة على كوباية زبدية، دي بديل للعشاء. طبعا احنا عارفين فوائد البذر الكتان، في اوميجا 3 وحلو جدا جدا للتخسيس وبيحسسك بالشبع. فانا دلوقتي هقول لكم الطريقة اللي انا بعملها شخصيا. اي زبادي انتي حباه، وهنزل معلقه من بذر الكتان المطحونه. فطبعا لازم بذر الكتان تتطحن كل يوم المعلقه اللي انتي هتاخديها، ما ينفعش تطحني بذر الكتان وتسيبيه في التلاجة. فلازم كل مره نطحن المعلقه وناخدها كده، يعني ناخدها فريش زي ما انت شايفه كده. دي وجبة العشاء بتاعتنا ان شاء الله، ان شاء الله تجربوها وحلوة جدا جدا جدا. يا رب تكون الوصفة النهاردة عجبتكم، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.